الهجوم الدموي الروسي على مدن أوكرانيا لن يؤثر على ميزان القوى على الأرض أو على رغبة أوكرانيا في المقاومة وفق تحليل لصحيفة الغارديان البريطانية. قرار الكرملين باستهداف كييف وغيرها من المراكز الحضرية كان سياسيا بشكل واضح وليس تكتيكيا، على الرغم مما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه تم تنفيذ ضربات ضخمة بأسلحة جوية وبحرية وبرية بعيدة المدى عالية الدقة على منشآت الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا. بوتين أراد من خلال الضربات بث الخوف في نفوس القيادة الأوكرانية وسكان أوكرانيا المدنيين، مما يجبر كييف على التفاوض وفق شروطه، لكن هذا لم يحدث كما يبدو، تقول هنا أيضا الغارديان. أما الاستخبارات البريطانية فأكدت أن اليأس توغل داخل الجيش والمجتمع الروسي وأن أسلحة القوات الروسية في أوكرانيا بدأت تنفذ.